إذا للوقوف عند أزمة المحروقات في العراق وتهريب النفط ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الباحث في مجال الطاقة حسن الشاغل. أستاذ حسن مرحبا بكم. مع أزمة المحروقات القائمة كيف يمكن للعراقيين أن يتعاملوا مع الشتاء الحالي؟ السلام عليكم، حياكم عليكم الله. السلام. للأسف أزمة المحروقات دائما ما تتفاقم في العديد من الدول في فصل الشتاء بسبب الحاجة الملحة لهذا الطلب. لا يمتلك العديد من الشعوب أي خيارات أخرى غير مشتقات النفط من أجل المداراة لفصل الشتاء، ولا سيما في الدول التي تعيش أزمات حقيقية. للأسف ليس لدى العراقيين أي بدائل حالية موجودة تعوضهم عن إن كان عن الكهرباء أو عن التدفئة أو عن كافة الوسائل التي تستخدم في المنزل، التي تستخدم فيها موارد أو مشتقات النفط من أجل تلبية الحاجات الأساسية. أستاذ حسن، المواطنون في العراق يرون أن أزمة الوقود مفتعلة من قبل وزارة النفط العراقية، أيضا لا يعرفون السبب والغرض من افتعال مثل هكذا أزمات، ولكن هل تستفيد الحكومة أيا كانت الحكومة من افتعال أزمة وقود؟ أعتقد أن ما يعانيه العراق هو ليس بطبيعة الحال يعني افتعال، لكن نعم. هناك فساد. هناك فساد في الحكومة العراقية، هذا الفساد انعكس بشكل كامل على موضوع البنية التحتية الموجودة في العراق. في السابق كانت البنية التحتية أفضل من الوقت الحالي بعد تعرضها للعديد من الأضرار. هذه الأضرار لم يتم التعامل معها بشكل كامل. على سبيل المثال، محطات تكرير النفط هي بحاجة إلى صيانة سنوية من أجل أن تبقى منتجة بشكل كامل. عدم صيانة هذه المحطات التكرير سوف يؤدي إلى انخفاض عملية التكرير وانخفاض وجود أو تلبية الحاجة لمشتقات النفط المتنوعة التي يحتاجها أي بلد. أنا أعتقد أن السببين الرئيسيين هما الفساد الذي تعيش الحكومة العراقية وانخفاض التقنية الموجودة لدى العراق من البنية التحتية لتكرير مشتقات النفط. بالنسبة الحديث عن استيراد المشتقات النفطية، العراق بلد غني بالموارد، ولكن من المستفيد من بقاء العراق يستجدي المحروقات من الجيران؟ من المستفيد في ذلك أستاذ حسن؟ يعني المستفيد من ذلك على ما أعتقد إيران. إيران بشكل أو بآخر هي من يتحكم بالعراق بالقرار السياسي على أقل تقدير. دائما يعني الفساد الموجود، أنا أرجع إلى كلمة الفساد، لأن هذه الحكومة عندما ترتهن إلى الخارج لم يبقى لها أي دور في عملية التطوير. إيران في السابق كانت تحاول أن تتغلب على العقوبات المفروضة عليها دوليا من خلال أن تصدر إلى العراق كميات من الغاز أو مشتقات النفط الأخرى، لكن بعد سنوات عندما أصبحت إيران تعاني من مشاكل في بنيتها أو محطات كانت التكرير أو محطات إنتاج الغاز، أصبحت تقلل من تدفقاتها للغاز أو مشتقات الأخرى إلى العراق، مما أدى بطبيعة الحال إلى أن يعيش العراق في الفترة الحالية أزمة كبيرة في تأمين المحروقات. أستاذ حسن، في العنوان العريض، وهذا ينطبق على الكثير من الدول وأنت باحث في مجال الطاقة، هل أن موضوع تصدير المحروقات يرتبط بالعامل السياسي؟ ليس فقط في العراق، نحن نتحدث بعنوان عريض، هل تعتقد ذلك؟ طبعا بطبيعة الحال هذا متعلق بشكل كبير. يعني على سبيل المثال هناك شيء اسمه سياسة خطوط الأنابيب، سياسة التسعير، سياسة التصدير، سياسة تنويع الواردات الغاز أو تصديرها. هذا مرتبط بشكل كبير. على سبيل المثال الحالي التي نعيشها الآن، روسيا وأوكرانيا، الروس يحاولون دائما الضغط على دول الاتحاد الأوروبي بإيقاف امدادات الغاز أو تخفيضها، وبذات الوقت دول الاتحاد الأوروبي تحاول تنويع وارداتها من أجل الضغط على الاقتصاد الروسي، وبطبيعة الحال هذا موجود أيضا في منطقتنا العربية.
بالحديث عن الدول المصدرة للمحروقات للعراق، وأنت تفضلتم في ذلك، ولكن لابد من الوقوف عند هذه النقطة. إيران تتعمد تأخير توريد الغاز والغاز للعراق، هل هناك سبب محدد أستاذ حسن؟ طبعا هناك سبب، أنا أعتبره هو سبب تقني، لا أتحدث هنا عن المجال السياسي، هناك من يتحدث من أفضل منه. في المجال التقني خلال الخمس سنوات الأخيرة ولا سيما من بعد 2015 أصبحت إيران بحاجة ماسة لدخول شركات أجنبية إلى إيران من أجل أن تعمل على تطوير حقولها من النفط والغاز. الشركات الأجنبية انسحبت بكاملها بعد العقوبات الدولية، مما أدى إلى استلام الشركات الإيرانية لكافة هذه الحقول. الشركات الإيرانية لا تمتلك أي قدرات تقنية عالية من أجل أن تطور هذه البنية التحتية، مما أدى إلى انخفاض الكمية المنتجة في إيران، وأصبح العجز في إيران ولا سيما في فصل الشتاء 38%، بمعنى أن إيران في فصل الشتاء تعاني من عجز 38%، مما تريده من أجل تغطية الطلب المحلي. إذا إيران هي في مشكلة، من أجل ذلك عملت خلال فترات متلاحقة على قطع الغاز، ليس فقط عن العراق بل أيضا عن تركيا وأذربيجان. أستاذ حسن، ما المطلوب في العراق لتوفير المشتقات النفطية إذا أرادت الحكومات المتعاقبة في العراق أن تنطلق؟ من أي نقطة سيكون الانطلاق؟ أولا يجب أن يكون هناك حوكمة رشيدة في العراق كنقطة أو كقاعدة ثابتة للانطلاق لهذا الموضوع، ومن بعدها يجب أن يكون هناك شركات أجنبية تمتلك تقنية عالية. هذه التقنية العالية ليست جميع الشركات تمتلكها، على سبيل المثال الشركات الروسية مثل غازبروم تمتلك تقنيات لكن ليست عالية، الصين تمتلك تقنيات لكن ليست عالية، هناك شركات إيطالية فرنسية ألمانية تمتلك هذه التقنيات. العراق بحاجة لهذه التقنيات الفريدة من أجل إعادة تطوير إنتاجها إلى ما كان عليه سابقا. أنا هنا لا أتحدث فقط عن النفط لكن عن مشتقات الغاز التي من الممكن العراق أن يستثمرها في من أجل تلبيه الطلب الداخلي، وهو قادر على تلبيه الطلب الداخلي. ومن المعروف أن العراق هو أكبر دولة في العالم تمتلك احتياطي غير مؤكد، بمعنى أنها تمتلك كميات كبيرة لا تستطيع الوصول إليها في الوقت الحالي بسبب عدم وجود التقنيات المتطورة. عبر سكايب من إسطنبول الباحث في مجال الطاقة حسن الشاغل، شكرا جزيلا لكم.